تحت رعاية معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أقيم حفل تكريم مجموعة قوة الواجب العمليات الخاص 15 التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك صباح اليوم الاثنين 15 من يناير 2018 بالحرس الملكي بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وسمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي وسمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وسمو النقيب الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة. وبعد عزف سلام معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين تفقد معاليه طابور العرض الذي اصطف لتحيته. بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أصحاب السعادة، أخواني رجال قواتنا المسلحة الباسلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي، يطيب لنا أن نرحب بمعاليكم أجمل ترحيب في الحرس الملكي، كما يسرنا ويسعدنا يا صاحب المعالي تفضلكم في هذا اليوم بتكريم هذه النخبة من أبطال قواتنا المسلحة قوة الواجب 15 بعد أن شاركت مع أخوانهم في قوات التحالف العربي بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية دفاعاً عن إسلامنا وعن أرضنا العربية وعن عزتنا وكرامتنا ضد أعداء الدين والعروبة. صاحب المعالي، كان للتوجيهات الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قائدنا الأعلى وإيمانه المطلق بنصرة الأشقاء وبأن أي تهديد لإخواننا وجيراننا في الخليج العربي هو تهديد لأمننا، ومن هذا المبدأ وعلى هذا النهج الذي خطه جلالته بالوقف مع شقائنا حفاظاً على كياننا ووحدتنا، فإن رجال قوة الدفاع يستقون من هذه القيم الخالدة منهجاً لاستشراف المستقبل واتجاهاته الرئيسية، ويدركون حجم المخاطر التي تحاك ضد شعوبنا متسلحين بإيمانهم بالله
عز وجل وبإرادته القوية وعزيمة صلبة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه منطقتنا. صاحب المعالي، إن قوة الواجب 16 الموجودة حالياً والمنتشرة ميدانياً على كافة المناطق والجبهات اليمنية مع شقائهم في التحالف العربي، تشارك في القتال ضد المتمردين العملاء الذين تكبدوا خسائر فادحة بأفرادهم وعتادهم، وأن قواتنا بحمد من الله تتمتع بإرادة ومعنويات عالية لا تنحني إلا لله عز وجل. وفي الختام، أدعو الله العزيز القدير أن يحفظ قائد مسيرتنا سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى قائدنا الأعلى سنداً وذخراً للأمة العربية والإسلامية، وأن يحفظ مملكتنا من كل سوء ومكروه. كما أتقدم بالشكر إلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على دعمه وتوجيهاته المتواصلة لأبنائه في قوة الدفاع. والشكر موصول لكم يا صاحب المعالي على جهودكم الكبيرة والمتميزة في تذليل الصعاب لكافة المهام المسندة لرجالكم في قوة الدفاع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تفضل معالي القائد العام لقوات دفاع البحرين بتسليم الأوسمة التقديرية التي منحها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مجموعة قوة الواجب العملياتي الخاص 15 التابعة لقوة دفاع البحرين، تقديرا لهم على جهودهم الوطنية المخلصة ودورهم الأخوي الكبير في وقوفهم إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق وما يتحلون به من روح معنوية عالية واحترافية وانضباط لأداء رسالتهم السامية. وبهذه المناسبة عبر معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن فخره واعتزازه بضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين بمشاركتهم في عمليات التحالف العربي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ضمن اتفاقية الدفاع المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن الروابط الأخوية التاريخية الثابتة فيما بيننا وفي إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك مع الأشقاء. وأشاد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين برجال قوة دفاع البحرين من قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين لقيامهم بهذا الواجب السامي بكل شجاعة وإقدام، داعيا معاليه الله تعالى أن يوفقهم ويحفظهم وينصرهم مع إخوانهم من القوات الشقيقة. كما نقل إليهم معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم. حضر الاحتفال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.